دخلت مصر في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عهد المشروعات الكبيرة والعملاقة، ومن ضمنها مشروع المليون وحدة سكنية ومشروع المليون ونصف المليون فدان. يعتبر مشروع المليون وحدة سكنية من أكبر مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها في مصر، ومن أجل توفير المزيد من الشقق والمساكن للمواطنين في مختلف الأماكن والتي يشملها المشروع الكبير. وتزامنا مع هذا المشروع تم إطلاق إشارة البدء في تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان بدءا من منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. يجري العمل على قدم وساق من أجل محاولة إنشاء توسعات عمرانية جديدة تابعة لمشروع المليون ونصف المليون فدان ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، حيث أن المشروع سيسهم في زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 20% وخلق مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الزيادة السكانية المستمرة. القرى الريفية تشكل العنصر الثاني من مكونات المشروع، حيث يجري حاليا إنشاء 3 قرى لخدمة العاملين بالمشروع، منها 2 من القرى زراعية كل منها على مساحة 400 فدان، وقرية خدمية على مساحة 800 فدان تستوعب 20,000 نسمة وتضم 2000 من البيوت الريفية بمساحة 200 متر مربع للوحدة الواحدة، تتكون من دور أرضي قابل للتعلية بمساحة 100 متر مربع وحوش سماوي بمساحة 100 متر مربع، وبهدف توفير الإسكان اللازم للموظفين والعاملين بالمنشآت الإدارية والخدمية جاري إنشاء عمارات سكنية مكونة من دور أرضي ودورين متكررين، منها وحدات سكنية بمساحة 120 متر مربع ووحدات بمساحة 85 مترا مربعا. المشروع يهدف إلى وضع مصر في مرتبة متقدمة على المستوى العالمي لتصبح كيانا ذي اقتصاد مستدام يستثمر قدرات الإنسان وعبقرية المكان والموارد، مع إعطاء الأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على التقنيات الحديثة في استخدام الطاقة والمياه والنقل وإعادة توزيع السكان على المعمور المصري والخروج من الشريط التنموي الضيق لخلق فرص استثمارية واعدة. بحضراتكم، كلنا عارفين وبنتابع مجهودات كبيره جدا وجباره بتقوم بيها وزاره الاسكان بالتنسيق مع الهيئه الهندسيه بالقوات المسلحه لانشاء مليون وحده سكنيه على مدى زمني بعيد. كان في منح اماراتيه مشاركه في الموضوع بالاضافه الى اعتمادات من صندوق تحرير مصر بالاضافه الى المبالغ اللي رصدتها بطبيعه الحال وزاره الاسكان من اجل توفير السكن لكل شاب بقدر الامكان. الحقيقه ان الموضوع تعدى الشباب لان ارتفاع السن الزواج ادى الى ان احنا نرفع كمان سن الشباب اللي المتقدمين للحصول على هذه الشقق. الشقق دي موجوده اما في محافظاتنا العاديه بجوارنا او في مجتمعات عمرانيه جديده بنسعى لانشائها، وفي اي حال من الاحوال هي تشطبها بشكل جيد جدا ومظهرها العام والتناسق بينها اصبح بينحى منحى جديدا تماما عما كان عليه الحال فيما مضى لما كان يعني الاسكان الشباب ده أسوأ اسكان ممكن وكانت المجاري فيه بتضرب بسرعه وكان التشطيب سيء جدا. الموضوع ده انتهى وشفنا قد ايه المظهر بالامس كان مظهر راقيا ومنيرا جدا، بنتمنى ان كل اللي جاي يكون على مثاله. النهارده هنتكلم عن هذه الوحدات السكنيه وعن شروط الحجز فيها وعن الخدمات المتكامله اللي بتقدم ليها في المنطقه اللي بتبنى فيه. معانا الحديث عن هذا الموضوع المهندس محمد سيف النصر رئيس الاداره المركزيه للانشاءات بهيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك محمد بيه، ومبروك طبعا الافتتاح امس وحاجه مشرفه زي ما قالت نهله الحقيقه. لكن انا هبدا الاول بتعريف المجتمعات العمرانيه، لانه حقيقه برضو في وزاره الاسكان وكانها كل يعني قطاع منفصل بذاته، يعني
فعايزين نعرف دور المجتمعات العمرانية. هو حضرتك هيئة المجتمعات العمرانية هي أحد هيئات وزارة الإسكان، دورها في تعمير الإنشاء وتعمير المدن الجديدة. الهيئة النهاردة بتشتغل في 24 مدينة جديدة، من بداية من برج العرب ودمياط في شمال مصر لغاية مدينة توشكا الجديدة في الجنوب. هيئة المجتمعات دايما بيبقى عندها خطط سنوية مع العام المالي للتعمير والترفيه وكده. هو الخطة بتاعتنا بتاعت هيئة المجتمعات العمرانية اللي هي في 15-16 تعدت 33 مليار جنيه. ال 33 مليار دول منهم 5 للعاصمة الإدارية الجديدة و2 في وادي الفرافرة، وال 25 مليار الباقيين دول في ال او 26 بدول لبقية 24 مدينة جديدة شغالة. ال 26 دول 13 مليار منهم للوحدات السكنية ومباني الخدمات، وال 13 الباقيه للترفيق او المرافق وصيانه المرافق. هايل. طيب انا عاوز اسال حضرتك على المدن الجديده، يعني بنسمع عن مثلا مدينه دمياط الجديده. تمام. كل وعلى غرارها بقى في مدن كتير. تمام. دايما الاقبال للحجز بيكون في 6 اكتوبر او القاهره الجديده. ايوه. ما هو الحال بالنسبه للمحافظات دي وظاهرها الصحراوي او المدن الجديده اللي فيها؟ هل نفس الحكايه بالنسبه يعني الاقبال، ولا الاقبال بيكون ضعيف من الناس على الحجز في الوحدات؟ انا هقول لحضرتك، هي انت حضرتك لما بتقولي القاهره الجديده ومدينه 6 اكتوبر، يمكن مدينه 6 اكتوبر الامتداد الطبيعي لمحافظه الجيزه، ومدينه القاهره الجديده برضو مع مدن العبور والشروق و15 مايو هي الامتداد لمدينه القاهره ومدينه بدر. انما دايما يعني الناس بتبقى يبقى في كده توجهات، يعني مدينه القاهره الجديده انها مدينه يعني الاغنياء او كده، فالناس بتحب تقرب. لكن انا حضرتك في اي مدينه جديده تخشيها هتلاقيها زي القاهره الجديده، يمكن ربما تلاقي في مستويات اعلى منها. يعني لو دخلت حضرتك مدينه الشروق ولا مدينه العبور لها حاجه رائعه. مدينه بدر دلوقتي يعني حتى كان السيد رئيس مجلس الوزراء كان موجود، يعني اشاد بالمستوى اللي موجود فيها. برضو عندنا مدن الصعيد، عندنا في مدن الصعيد بدايه من مدينه بني سويف، الفيوم، اسيوط، حضرتك مستوى يعني يا ريت التلفزيون يعني يشرفنا بزيارات هناك بحاجه مستوى. دي المدن الجديده اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هي في المدن دي المحافظات. أيوة. اللي هو اللي في المحافظات. في المحافظات تبقى دي المحافظه بتبقى المدينه الام ودي المدينه الجديده. طيب ما هو سابق يعني موجود عشوائيات، موجود خدمات كتيره جدا بتنقص هذه المناطق، انا هقول بتعملوا فيها ايه فن؟ انا هقول لحضرتك اي مدينه بتنشا بيطلع لها قرار جمهوري، بيطلع لها المخطط بتاعها. المخطط دوت بيبتدي يتنفذ على مراحل. المراحل ده هي طبقا لخطط سنويه. كل خطه او كل مرحله بيبقى فيها مشروعات سكنيه ومشروعات خدميه. كويس. بيسبق دوت الترفيق، اعمال الترفيق، الترفيق اللي هي الصرف والميه والطرق وكلام من ده. في حاجات بتبقى على سكيل كبير، يعني انا لما عاوز ان انا هعمل النهارده محطه ميه. محطه الميه دي بتبقى للمدينه كلها. المحطات النهارده بتخش في 3 مليار و4 مليار وكلام من ده، محطه الصرف. وبياخد بيصرف عليها بيقول المرحله الاولى. بيبقى فيها مثلا ان انا هعمل 10,000 وحده سكنيه، 20,000 وحده سكنيه. بيتبعوا المباني الخدميه، المدارس، الاسواق، الحضانات، المراكز الطبيه، مراكز ثقافيه، مسائل دور العباده، كل ده بتتولاه الهيئه وبتنشئه بخطط متزامنه ومطلعه. كويس. لو حبينا حضرتك مثلا ندي مثل اللي هو اللي احنا عايزين نركز عليه، مشاريع الاسكان. هيئه مجتمعات عمرانيه من ساعه نشاتها في سنه 77 لغايه النهارده انشات وحدات للشباب ومحدود الدخل والمهازل المستوى الاجتماعي اكتر من نص مليون وحده.
برضو اتنشأ في المدن الجديدة. النهاردة عندنا أكتر من 1.5 مليون وحدة مبنية بمعرفة الأفراد والمستثمرين. فاحنا عندنا دلوقتي في المدن الجديدة حوالي 2 مليون وحدة سكنية ما بين وحدة شقة أو فيلا إن كانت للأفراد. نتكلم عن الوحدات المخصصة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ودول اللي بيهمونا بيمثلوا الأغلبية من الشعب المصري. تمام. المواصفات الموضوعة لمحدودي الدخل للشقة إيه هي المواصفات؟ وناس كتير قوي تابعت الافتتاح امبارح بتاع 6 أكتوبر وقالت إحنا نقدم إزاي؟ هل دي تم فعلا حجزها الناس ولا لسه في قرعة هتجرى للناس آخرين؟ هو حضرتك إحنا دلوقتي بنشتغل في مشروع الإسكان الاجتماعي اللي هو مشروع 1 مليون وحدة. أيوه. المشروع ده هو له شروط وله دعم مالي. بينزل اولا بيحصل ان احنا بعد يعني تعليمات سياده الوزير مصطفى مدبولي ان احنا ما نعلنش عن وحدات الا بعد اكتمال تشطيبها. نعم. كويس. لما بي 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 بنجمع احنا عندنا في المدن الجديده بيبقى طبعا اللي بيتولى الكلام دوت في جهاز الاسكان الاجتماعي عندنا في الوزاره. بينزل اعلان محافظات واعلان مدن جديده، ممكن يبقوا الاثنين مع بعض. المليون وحده دول ما بين المدن الجديده وقلنا والمحافظات. بعد ما بيبقى في عنده عدد كامل في اكتر من مدينه بيبتدي ينزل الاعلان في الجرايد اليوميه. الاعلان ملخص الاعلان ان اللي بيتقدم في الشقه دهيت اولا السن من 21 سنه ل 50 سنه. اذا كان اعزب فبيبقى دخله الشهري لا يزيد عن 2250 جنيه. إذا كانت الأسرة سواء دخل الزوج والزوجة أو كان أحد منهم بيشتغل يعني والتاني ما بيشتغل، فبيبقى لا يقل عن 3000 جنيه. الوحدة ثمنها 135,000 جنيه، مسطحة 90 متر، 3 غرف وصالة وطبعا وحمام ومطبخ. تتمتع الوحدة بدعم من صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري من 5000 ل 25000 جنيه. المواطن لما بيجي يتقدم بيبقى فيه زائد الشروط دهيت انه بيجيب شهادة مفردات الدخل، يجيب الرقم التأميني وشهادة ان هو متأمن عليه حتى لو تأمين شخصي. بيجمع الكلام دوت مع صورة إثبات السكن اللي هو مقيم فيه حاليا اللي هو مش بتاعه، إيجار، عقد الإيجار. يعني مثلا وصل إيصال نور، إذا كان مثلا مع الوالد مع أخ مع أي حد كده، أو إن كان عنده ساكن في إيجار جديد. إذا كان إيجار قديم يبقى هو عنده وحدة. من شروط إنه برضك إنه لا ما يكونش خد قبل كده هوت وحدة من الوحدات المدعومة، ما يكونش خد أرض مدعومة، ما يكونش خد قرض من اللي هو المدعوم بأي صورة. كويس. في حالة إن هو بيجمع البيانات دي بيحطهم في مظروف وبيجيب مقدم 5000 جنيه بحوالة بريدية للحساب الذهبي البنك التعمير والإسكان اللي المدينة اللي هو هيقدم فيها. يعني لو هيقدم مثلا في القاهرة الجديدة بيقول البنك التعمير والإسكان اللي في القاهرة الجديدة. الكلام ده كله موجود بيبقى في الإعلان واضح. كويس. وزائد 100 جنيه استعلام. بيبعت الكلام دوت بالبريد. بعد كده اهو بتتفحص الطلبات، في حاله ان هو تنطبق عليه الشروط بيبتدي اوتوماتيك بيتحول البيان بتاعه اللي نزل على الكمبيوتر لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بيدرسه هياخد دعم قد ايه. يعني ايه يا فندم بيدرسوا هياخد دعم قد ايه؟ يعني في واحد السن والدخل بيتحكموا في القيمه، في القيمه بتاعت الدعم اللي مش كل يعني مش واحد صغير هياخد دعم زي الواحد الكبير اللي يعول صاحب عنده ده عشان تقدر تقول له القسط بتاعك هيبقى كام بالظبط كده. في منظومه للدعم محطوطه يعني اللي حطها يعني اكتر من جهه، يعني التضامن الاجتماعي مثلا، ضمان دعم نشاط التمويل العقاري مع البنوك المصريه،
بحيث ان يبقى في الدعم دوت يبقى مناسب للشخص. ايه الجديد اللي خلانا نشوف الوحدات لطيفه كده وشيك وحلوه عند اللي كنتوا بتبنوه زمان يا فندم بكل صراحه؟ هل هي الاراده السياسيه المتوفره، توجيهات الرئيس اصبحت مختلفه؟ يعني ايه اللي جد خلانا نشوف منظر لطيف زي امبارح كده؟ هقول لحضرتك، هو بالظبط احنا اللي كنا بنعاني زمان لما كنا بنطلع العمارات وبعدين نشتغل في المرافق اللي هي الداخليه وتنسيق الموقع. احنا لما جينا ننزل المشروع في سنه 2012 في اخطاء بتتلافى، يعني في اخطاء كانت موجوده ازاي نتلافاها، فقلنا لازم ننزل المرافق الداخليه وتنسيق الموقع للشركات الاسكان اللي هتبني. يعني ده هياخد 20 عماره يعمل المرافق الداخليه بتاعتها. احنا كنا كهيئه مجتمعات برضه عشان دي مدن جديده كنا بنعمل المرافق الخارجيه وبنطرح العمارات دي بكل بمرافقها الداخليه كامله. ميه، صرف، كهرباء، تصميم، تنسيق موقع، اناره حدائق، كل دوت موجود. وكنا بننزله للمقاول، فكل مقاول بيخلص الكلام ده معاه مع المقاول اللي جنبه مع ده مع ده، بتلاقي ان بيحصل على طول ارتباط الموقع مع بعضه، وده اللي بيخلينا يطلع الشكل ده. بالاضافه ان احنا برضك اصرينا ان احنا نستعمل مواد في التشطيبات تكون عاليه بتدي يعني نتيجه مستقبليه كويسه، يعني تبقى ديارها تبقى موجوده معانا بدل ما بنلاقي العمارات دي في الاخر شققت او حصل لها اي حاجه. بالاضافه ان الشقق كبيره، يعني احنا كنا يعني احنا قبل كده هو كان مثلا المشروع السابق اللي هو الاسكان القومي كان 63 متر، المره دي برضه كان الفكر ان احنا عايزين المواطن يبقى الشقه مناسبه. واصر برضك كان الدكتور برابي كان ساعتها وزير الاسكان اصر انه لازم تبقى الوحدات ثلاث اوض كويس. في النهارده في بيطالبوا بيقول لك انا عايز اوضتين بس كويس، يعني في ناس كتير بتقول لك انا عايز اوضتين بس، عايز اوضتين بس، غرفتين بس او مساحه قليله. وده احنا ابتدينا برضه في الطرح الجديد، يعني الفلوس تقل شويه يقدر الفلوس تقل شويه، وهو بيقول لك والله انا المساحه لما تقسم على اثنين يبقى افضل. انا يعني لا كمان يقول لك انا في الفتره الاولانيه دي انا مش محتاجه الا غير الاوضتين، مستقبلا بعد كده اهوت هبقى ايه اوسع. الحاجه برضو ان في اخطاء كانت يعني حبينا نتلافاها، كانت الدوله بتدعم الاسكان قبل كده اهوت في السنين اللي فاتت دي بمليارات. واحنا انتقدنا في من جهات عديده يعني خارجيه داعمه وكده اهوت، فقال لك لا احنا انت لازم تامن ازاي تاخد ترجع لك ثمن الشقه دي، عشان انت النهارده بنيت لمحمد بكره هتبني لابنه. صحيح. فاحنا عندنا مشكله كبيره في هيئه المجتمعات العمرانيه من الوحدات اللي قبل كده الناس خدتها، ناس كثيره لغايه بمبالغ كبيره جدا ما بتسددش، وعشان تطرده من الشقه النهارده ده مواطن ساكن في الشقه عشان تطرده الدوله هي اللي تطرده، فطبعا المنطق مش احتياطات امنيه ما بيقدرش عشان تقطع عنه كهرباء. مش يعني مش منطق ان انت كدوله هتعمل كده تقطع عنه ميه عشان يجي يسدد. ولكن احنا بنتحاول ان نتواصل معاهم، ولكن نتيجه ان مفيش قيد جامد. احنا عندنا في شقق بنفاجئ ان في التوكيل ل 12 12 شخص من واحد لواحد. طب هل تلافيتوا هذا الامر في فصدر قانون الاسكان الاجتماعي اللي حط ضوابط للسن والقيمه وكده، وحط كمان ضابط رادع ان في حاله ان المواطن يقدم اي معلومه خطا او في اي جهه يساعده على او يساعده يعني يمده بالمعلومه الخطا دي بحيث انه يتحايل ياخد الشقه، فبيجرم بسنه حبس و10000 جنيه غرامه. عشان ما انتجش في الشقق المدعومه اللي احنا بنعملها والدوله بتدفع فيها يعني فلوس بالزبط. وبالتالي ما يتمش الاتجار بيها زي ما كان بيحصل قبل كده. وزي ما من ادينا له دعم او الدوله سمحت له بدعم لغايه 25000 كان يستوجب عليها انها بتاخد منه الضمان اللي هو ازاي هيسدد الكلام ده. احنا بنقول انه هيسدد على الشقه على 20 سنه. كويس؟ ب 400 القسط بتدي 480 متزايد ب 7% والقرض بيتناقص 7%.
في ضمانات طبقا لقانون التمويل العقاري، وده قانون من سنة 2001 الدولة نظر. الحقيقة محمد بيه يعني بنشكركم طبعا على المجهود المهم دوت، ونشوف زي ما يمكن قالت نهلة في المقدمة انه حاجة رائعة يعني موجود فيها المواصفات الأدمية الجيدة اللي بننادي بيها بقالنا فترة طويلة جدا. مازال المزيد مطلوب من حضراتكم كتير قوي، لانه الصيانه والمراجعه والاشكال الحلوه اللي احنا شفناها دي عايزينها تستمر باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا محمد، شكرا جزيلا لحضرتك. كده بنكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده من برنامجكم مصر جميله. مصر برد جدا بس جميله، بكره حلقه جديده ان شاء الله مجموعه اخرى. الى اللقاء.